صحيح انه البواخر كانوا حل مؤقت ارخص من الكهرباء تبع معامل الدوله او يلي بتستوردها من سوريا، وانه لما راحوا البواخر انقطعت الكهرباء 4 ساعات اكثر، وصارت فواتير المولدات اغلى بكثير من فاتوره الدوله، وانه لما الاكثريه النيابيه منعت شراء الفيول لكهرباء لبنان صارت كلفه مازوت المولدات اغلى بكثير على المواطنين وعلى احتياط الخزينه. بس ابعد من هيك، مين استفاد من البواخر او من عمولاتهم؟ هون حاولوا يركبوا لنا ملف وكمان ما زبطت معهم. عملوا مسرحيه تلفزيونيه من مجموعه مهرجين، حولوا التنشن لكامشن، وحاولوا يرفعوا الحصانه بمجلس النواب، بس نزلت لعند القاضي واظهار جزء صغير من الاثباتات يلي عندي طيرت الفبركه. بقيت الحقيقه، وهي انه انا وندى وسيزار والتيار ما قلنا علاقه باي عموله بالبواخر، وهن قلن علاقه. هربوا من التدقيق الجنائي بوزاره الطاقه، هربوا من المناظره العلنيه، وهربوا من المحاكمه العلنيه. بس لوين بدهم يهربوا؟ اجى الوقت لنفرجي انه علاقتنا بالموضوع هي بس انه فرضنا توقيع ورقه تتعهد فيها الشركة بدفع غرامة 25 مليون دولار إذا بيّن أنه في أي رشوة أو عمولة أخذها حدا. يمكن إجا الوقت قبل الانتخابات أو بعدها رح نفرجي هالإثباتات وغيرها. انطرونا، لأنه الحقيقة ما بتموت ونحن أصحابها. صوته معنا، صوته تيار، هن زبونات العمولة ونحن أصحاب الحق. كنا ورح نبقى نضاف وأوادم وأصحاب الحقيقة.